وما زلنا نتابع مع حضراتكم فعاليات المشاركة باحتفالات 30 يونيو، ونتحول الآن إلى الزميل كريم بيبرز من الساحل الشمالي. كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك، وضعنا في صورة الاحتفال بالذكرى 10 للثورة 30 يونيو. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة هذه الذكرى 10 لثورة 30 يونيو. أنا متواجد داخل منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا نتحدث اليوم حول واحدة من أهم مخرجات ثورة 30 يونيو، وهي مبادرة كلنا واحد. مبادرة كلنا واحد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه المبادرة الخاصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد كبير من السلاسل التجارية والمحلات الكبرى الخاصة بالأغذية والخاصة بتجارة الجملة والخاصة بالمطاعم وغيرها من الأماكن التي توفر السلع والخدمات المختلفة للمواطنين بتخفيضات معينة في مواسم معينة. ولكن اليوم بمناسبة ذكرى 10 هناك تخفيضات تبدأ من 20% إلى 30%. رصدنا المواطنين بالفعل يتحركون للأماكن المختلفة من المطاعم وغيرها، وتحديدا السلاسل التجارية والمحلات التجارية، حيث رصدوا بالفعل هذه التخفيضات على منتجات أساسية مثل الأرز والسكر ومنتجات أخرى من العصائر ومنتجات كثيرة جدا متنوعة كان عليها التخفيضات بالفعل وصلت لي 30%. تحدثت مع المواطنين وسألتهم عن رأيهم في هذه التخفيضات وهذه يعني المبادرات المختلفة الخاصة بال 30 من يونيو. هناك من أشاد بهذه الحركة وهذه الثورة في 30 من يونيو، وعن مخرجاتها والتي وصلت إليها الدولة المصرية منذ ذلك الوقت. بعض السيدات وبعض الأمهات تحدثوا عن أهمية عودة الوطن مرة واحدة لأحضان المصريين. هناك البعض الآخر أشاد بهذه المبادرة وبهذه التخفيضات، خصوصا في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع ولها تأثير بالطبع مباشر على الدولة المصرية، فأشادوا بأهمية هذه التخفيضات في هذه الأوقات مما يخفف وطئة الضغط الاقتصادي من على كاهل المواطن المصري. نرصد هذه المبادرة في عدد كبير من الأماكن ونقاط عدة على طول الساحل الشمالي، بداية من بوابات الإسكندرية وبوابات الحمام ووصولا حتى العلمين والعلمين الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من الساحل الشمالي.